مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد. ناس كل قاعدين تسمعوا فينا، صحة شربتكم هذه الليالي، مكملين معاكم حتى نوصل الليل في حلقة اليوم 3/19/2022. موجود بعدنا ابراهيم الطيف، نحكيه معاه على الأعمال الرمضانية طبعا في تونس والعالم العربي. لكن ابراهيم الطيف اليوم تقول لي نحكيه على فكرة، نبعدوا على التقييم والنظرة النقدية، نمشيوا الفكرة وخاصة على القناة الوطنية، التلفزة الوطنية، مهم التلفزة الوطنية. أيام وردة غادة حبوني ودللت، الحساد، الخطاب على الباب، عشقة وحكايات، ريح المسك، ماتوس، ضفائر، حسابات وغيرهم وغيرهم، حسابات وعقبات، شوف لي حل، ولد الطليانة على نجيب طبعا، والمخرجين دونك سلاح الدين الصيد الله يرحمه، واحد مسلماني، حميد عرفة، عبد القادر جربي، عبد العزيز الحمامي ربي يرحمه، علي منصور وغيرهم المخرجين اللي عملوا من حق ما يسمى ربيع القناة الوطنية، الوطنية اللي كانت اسمها أتاتا بعد وليت قناة سبعة. العلاقة المشاهد بقناته وقتها الوحيدة كانت علاقة وطيدة، ونحب نحكي قبل 2010 وبعد الترانسفورماسيون بتاع المكانة بتاع القناة الوطنية بعد 2010، وقبل حتى تعدد القنوات اكزاكتومون، وبعد العامين هذوما الزوز الاخرانيين اللي باش نلاحظوا فيهم فما تقسيم دونك قبل 2010 وبعد 2020 وبعد 2020 وخاصة 2021 ممتاز. دونك وليت قناة سبعة كانت علاقة المشاهد بقناته الوحيدة علاقة وطيدة، رغم ان المشاهد ما كانش عنده برشا اختيار باش ينزل على الفلسة كما نقولوا توا. كانت الوطنية في مجمل برامجها وأطباقها الدرامية خاصة تلم العائلة الكل من كبيرها لصغيرها، وكان فما إجماع على المواضيع اللي تتطرق لها الدراما، وإجماع على أداء المخرجين وولاد التلفزة الوطنية يعني المخرجين الكل الكبار، الأسماء الكبار الكل ذوما كانوا شباب كذلك، باش نقول خويا بعلوش أنه رأوا الشباب يولي شايب، ولكن فترة ما الشباب ما يدومش، ولكن يصبحوا مخرجين بتجربة كبيرة، وتكوينهم الكل ذوما يتسموا بولاد التلفزة الوطنية، الكل تكوينه في التلفزة الوطنية أداء التقنيين التقنيين اللي متكونين كذلك في التلفزة الوطنية، واللي اليوم معظمهم كذلك يشتغلوا خارج القناة في الأفلام الناجحة السينمائية وحتى في العالم العربي حتى في العالم العربي تكونوا قلت صلب التلفزة، والجدل حول المسلسلات كان من اختصاص النقاد والصحفيين، ما كانش فما نقد وانا نخرجوا عنا وفيسبوك وتولي 10 ملايين او 12 مليون يحلوا في المسلسلات، ما كانش هذا، كان فما موعد وحيد ليلة 27 رمضان، وممكن فما موعد اخرى داخل الجمهورية في دار الثقافة ابن خلدون، كانوا يتلقاوا النقاد ليلة 27 ليلة 27 تتلم الناس الكل المهتمين المهتمين بالقطاع والمهتمين بالدراما، ويجيوا المخرجين والممثلين تصير جلسة هكا فسفس. كانت في دار الثقافة ابن خلدون في رمضان ليلة 27، كانت موعد كان موعد نعرفوه، وقف مالوروزمون الموعد هذا معناها وتوا أظنه مش يرجع للدار الصحفي بداية من نهار الجمعة هذه 9 متاع الليل، مش يتلقاوا باش يرجعوا هالكاك القاعدة الحلوة متاع دار الثقافة ابن خلدون. إبراهيم الطيف يكون فيها نقد يعني ما عملتش وقصرت ولا كله في الشكر ويعطيك الصحة؟ هو هي كما المائدة المستديرة، فما نقاد يكونوا معناها، فما المودراتور، وفما ويكونوا المخرجين، وفما أسئلة وإجابات من كل مسائلة، ولكن في نطاق نتفكر أنا مزيان برشا، وكانت هذه القاعدة الوحيدة لتقييم يصير فما الصحافة المكتوبة والكل، ولكن الموعد متاع ليلة 27 في ابن خلدون كان موعد قار لسنوات لتقييم الأعمال الدرامية. ممتاز. اليوم القنوات الخاصة ولات عمرها عندنا 17 قناة، والعلاقة مع الوطنية أصبحت تقتصر على الأخبار أو الأحد الرياضي، هذا دخلنا للفترة ما بين بعد 2010 طبيعي الأخبار لأنه احنا مرينا بوضع معناها سياسي مهم جدا، أو الأحد الرياضي، ولمدة 10 سنوات مع بعض الاستثناءات كما المايسترو أو بعض الاستثناءات ما نذكرش، الدراما في الوطنية شهدت تراجع كبير، وفقدت الوطنية نسبة كبيرة من مشاهديها،
وهذا مع القنوات الكبيرة مع المنافسة مع المنافسة مع خروج كذلك سامي الفاري اللي بدأ مكتوب في معناها في القناة في معناها قبل 2010 دونك القناة التونسية ولا الحوار التونسي نسمع ومسلسلاتها التركية ومحاولاتها كذلك كل نسيبتي العزيزة بين سور. اليوم حسب اعتقادي انا ماذا بيا الفتره ذيك نعديوها نتاع 2010 لانه اليوم حتى النجاح الوطني ما عندوش فقط اسباب نجاح كان يا ما كانش والحرق وحرق. فما وضع سياسي وفما وضع اجتماعي قاعدين نعيشوا فيه عنده علاقة برجوع كذلك المشاهد للتلفزة الوطنية. ما يزموش نحصروه فقط على نجاح المسلسلات هذوما مكان يا مكانش الوطني اللي هما بينشير عندهم نسبة كبيرة في رجوع المشاهدين وهذا بدا من السنة الفارت وعودة بريق التلفزة الوطنية اكزاكتمون وتأكد السنة هذه. دونك نجحت التلفزة الوطنية في استقطاب ود المشاهد التونسي بصفة كبيرة بفضل بث المسلسلات الرمضانية. لكن علاش ديما فما سؤال علاش ما كل عام فما مسلسلات وفما ماتشوات كورة اللي عندها أكثر جمهور من المسلسلات بكثير، علاش رمضان السنة وشنو اللي وراه التقارب ما بين الوطنية وجمهورها؟ سؤال في بلاصتو ما عنديش الجواب. أيوة. لأنه بدأت السنة الفارتة كان يا ما كانش والحرقة كانوا صحيح وراء وجوع ود المشاهد واللي قعد ما معناها ما تربيش فقط على قعد يتبع كذلك في منام تعروسية ما تبرمش مع الإعادات زاد وبينشير وشوف لي حل وكما قلنا قلت البارح ديما في الإعادة إفادة. أما اللي زاد في سنة المحبة بين الوطنية والمشاهد هي صورة البث ومواضيع المسلسلات. على صورة البث نحب نحكي على البث تكنيكمون. اليوم كي نشاهد كان يا ما كانش ونشاهد حرق حرقة نشوف بث معناها عالمي كاليتي ديماج ممتازة كاليتي متاع الصورة ممتازة جدا ولكن تقتصر كما نقول أنا ما بين شق الفتر ما فما الابتهالات أيوة. فما الأذان ابتهالات وبعد فما كان يا ما كانش وبعد فما البيب شويه اخبار فما شويه هكا هوميك وبعد عنا الاخبار وبعد عنا الحرق الحرق كان يا ما كانش والحرقه فما بث عالمي وصوره جميله جدا. لو تقف وتركز على الاخبار تلقى الصوره مختلفه وكانك تتفرج في قناه اخرى كانك بدلت صحيح وكانك بدلت القناه توفى الحرقه نرجع كذلك الى بث رديء جدا قفزه الى الوراء يعني قفزه الوراء. هذا سؤال يحير ديما لانه اليوم التلفزة معناها صحيح انك تنجم تعمل موضوع به ولكن التكنيك نتاع الديفيوجن مهمين جدا الجمالية في الصورة انك تخلي المتفرج كذلك منبهر اكيد وحنا ديما نقولوا شفتوا هذا انا ما نتفرجش ماتش على الوطنية نحب نمشي نتفرج فيه على بين سبور ولا على حاجة على خاطر ساعات نفس الماتش ابراهيم الطيف راهو ياخذوا صورة في قناة اجنبية تعدي فيها خاطر ياخذوا بطولتنا في التلفزة الوطنية فرق واضح. دونك رغم هذا الكل أنا ديما سؤال محيرني برشا لأنه التقنيين أكفاء نفس التقنيين اللي خدموا فما فريق من التقنيين اللي خدم في كان يا ما كانش وهو من التلفزة الوطنية فما في حرقة كذلك ولكن السؤال هل هي حكاية إنتاج معناها تنفيذ إنتاج علاش نفس هذه الإمكانيات لا تعطى إلى أولاد التلفزة الوطنية كذلك علاش ما نرجعوش الى الزمان كذلك وقت اللي كانت الوكالة الوطنية الان بي اللي كانت تنفذ في عديد من الانتاجات ويقتصر البث في القناة الوطنية على الاخبار وعلى المسلسل على الاعمال معناها البرامج التوعوية هكاك نجموا نقفزوا بالقناة الوطنية متاعنا بالصورة لأنه الصورة مهمة جدا. دونك هذا اللي خلاني نتساءل برشا تساؤلات. اليوم نجحت القناة الوطنية في حاجتين من خلال المواضيع اللي ترقت لهم سواء في الحرقة أو الضحكة اللي جابتها كان يا ما كانش والفانتازيا اللي قدمتها بصورة جميلة معناها في الإجمال ولكن رغم اللي القنوات الاخرين وخاصة القناة الحوار ما نحكيش على نسب المشاهدة راهو مش بعيد نسب المشاهدة بعيدا على نسب المشاهدة اللي قاعدين ناخذوا فيها اليوم واضح هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح علاش الاخبار نتاعنا ما تعداش بصفة معناها
تقنية كما نشوفوها في المسلسلات اللي شفناهم سناء في القناة الوطنية. لفت نظر ممتاز جدا إبراهيم الطيف. نوجهونا هنا للتلفزة الوطنية، كان فما شكون مستعد يفسر لنا يدخل معنا يوضح، تلاحظوه الفرق يعني الناس كل اللي تتفرج تحس الفرق هذايا بين الأعمال، كان يا ما كانش وأي ما أنتوج آخر للتلفزة الوطنية ثم حرقة، حسوا فرق كأني تعدينا من قناة القناة باش ناخذوا فاصل صغير ثم نرجع نحكي معك شوية إبراهيم الطيف على لمة هذه ليلة 27 والنظرة النقدية والنقاد. هل اليوم نجومنا مازالوا مستعدين يواجهوا النقد مباشرة بعد الفاصل؟ خليكم معنا راجعين. ليالي مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كلها قاعدين تسمعوا فينا. إبراهيم الطيف مكملين معك بعد زوم مع برهوم، لفت النظر اللي كان للقناة التلفزة الوطنية نحكيوا عليه وتلقاو هالروبريك موجود على اليوتيوب طبعا الشان نتاعنا راديو اي اف ام. وهذا فما بعض القنوات الاخرى مش بالضروره فقط، ولكن لكن يهمنا القطاع، احنا غيرتنا على القناة الوطنية والقطاع العمومي. القطاع العمومي هذا طبعا التلفزة الام تبقى هي التلفزة الام. به إبراهيم الطيف في الكرونيك نتاعك حكيت على اللمة هذه والقراءة النقدية، انه النجوم ومخرجي الاعمال يجيوا في جلسة مع النقاد والصحفيين ويعطيوهم الحاجات الباهية والخايبة. هل نجومنا اليوم ولا ابطال الاعمال مستعدين انهم يقابلوا النقد مباشرة ولا يكتفيوا بقراءة الليفان يعطيك الصحة محليك عجبتني اي ابس قولك عليش اللمة هذيك كانت ناجحة كذلك، لانه الصحافة المكتوبة كذلك كانت في الاوج العطاء متاعها، والمسلسلات الرمضانية كذلك هي تأثث المادة للكتابة، المادة نقدية مهمة جدا. اليوم غابت، حتى كي تقرأ جرائد ما عدا بعض نحب نحيي مثلا مفيد خليل من جريدة المغرب، نحب نعدي الشيخاوي في رياليتي نيوز، فما بعض الصحفيين المهتمين بشأن الثقافي اللي واصلوا في الكتابة في الكتابة اللي عندهم معناها تحليل مهمة جدا وتتقرأ. اليوم غابت الجرائد، حتى محتوى الجرائد فيما له علاقة بالمسلسلات لا يتعدى المجاملات أو التشيدو بريس متاعك المسلسل. تعرف اليوم فما الملحق الصحفي اللي يقوم بعمل كبير في تأثيث بعض المقالات في بعض الجرائد اللي هي غايبة على النقد، وهي أكثرها مجاملة ومعناها حتى ولو كان يلزم نجامله بعض، ولكن فمش كان المجاملة في القراءات النقدية. اليوم غابت النقاد، صحيح غابت النقاد وحضر فيسبوك، واليوم وأنه كل واحد عنده الجروب متاع الدفاع على المسلسل متاعه، وإذا نشوفوه رأوا معناها بطريقة إيجابية، ولكن هذا اللي تغى حتى أنك تحب تدخل فيسبوك باش تقرأ ولا حتى تعمل بوست وكل شيء، وما راحك إلا لا سي هجوم عليك، يصير عليك هجوم من جروب فلان أو جروب فلتان، باش ما نذكرش الأسامي وما نذكرش المسلسلات. كما يضر العمل إبراهيم الطيف، يضر، أنا أظن يضر العمل، يضر المخرج، لأنه على المخرج هذا أنه معناها يعني سيغتين غولاتيفيتي، معناها باش ينسب الامور، فما نسبيه في فما نسبيه في الاعمال نتاعنا، ما يلزمناش زاد سي تري بيان سكون في سناء. لأن انا سناء هي من اضعف السنوات لو في الدراما باش زاد نقولوا رمضان 22 ضعيف، معناها ضعيف جدا ما عدا برمجه القناه الوطنيه. خلينا ما يصيرش نقولوها بكل وضوح، التميز والتالق فما تبقى الوطنية. فما هكا نقاط ضوء في البلاص حاجه كيما هكا اليوم مثلا في مسلسل سامي فما خطا كبير ممكن تو نحكي بعد شويه عندنا توضيح من الجانب القانوني، الجانب القانوني على الابن من الزواج العرفي. فوالا دونك نرجعوا للنقد اليوم، مالوريزمون بفيسبوك وكل شيء غابت غاب النقد الصحيح الموضوعي. حتى بعض المحاولات من فما خاطر فما رؤوس اقلام جميله جدا في على فيسبوك، فما حتى مواطنين لمدا هكا اللي ما عنده حتى علاقه بالصحافه والنقد، ولكن يكتب بوست جميل جدا فيه عنده قراءة. فيه تحليل والكل، لكن مسكين ما يعرفش شنو اللي يستنى فيه من هال
الهجمات الفيسبوكية اللي نعرفوها في كرة القدم ولنا في السياسة اليوم وليت كذلك في المسلسلات، وكل جروب عنده لي جروب نتاعو للدفاع. ابراهيم الطيف، سؤال مستمع غادي يتفاعل معنا يسمع فيك توي، يقول ابراهيم الطيف من اكثر الناس اللي يحكي على ضعف الخرافة في الاعمال نتاعنا رمضان السنة، قال لك الخرافة ناقصة معناها وانت حكيت عليه هذا في الكرونيك نتاعك. الخرافه ناقصه. السؤال هو نقول لك السؤال اللي قاله لك قال لك اليوم نحن تقريبا 18 رمضان، فما الاعمال اللي وفات، فما عمل خلى بلاصتو عليك وفما عمل قاعد تكمل فيه بالسيف نظرا للالتزامات المهنيه، يعني لازمك تبدا ملم، ما تسميش العمل كان فما، اما فما ولا فما عمل قاعد تكمل فيه بالسيف. لا فما اعمال جدي كروشي، اما بما اني نشتغل معاك في الواحد نرجع ونشوف معناها من ما تدي كروشي معناها سيم فما ثلاثة اعمال اللي جدي كروشي معناها من خمسة اعمال ثلاثة جدي كروشي جدي كروشي لا غالب معناها ممكن انا قلت لك علاش فما جو نو في با بارتي دو جروب دو فان نتاع بعض المسلسلات، ولكن فما مسلسلات اللي نقول هي قلت لك اجمالا من اضعف المواسم. باش نحكيو نهار الجمعه ان شاء الله على الاعمال العربيه والانتاجات المصريه خاصه الاعمال العربيه، فما اعمال عربيه فما سوريه كذلك الاعمال العربيه وخاصه العربيه بصفه عامه. يعني النجم اللي اختف الضوء بالنسبه ليك ابراهيم الطيف، اعطيني اسمه ونحكيو عليه نهار الجمعه. ساوي خالد ساوي. خالد ساوي الامتياز لخالد بالنسبة الساوي. لي أنا بالنسبة لي أنا خالد الساوي في الاختيار كان الامتياز بالنسبة لي أنا الامتياز. لأنه لما نقرأ على خالد الساوي معناه ما نشوفش خالد الساوي في كل عمل لذلك، نشوف الباركور كامل متاع خالد الساوي، المخرج السينمائي الممثل السينمائي المسرحي، واللي بالنسبة لي أنا أبدع كذلك في الاختيار. واضح. شكرا لك إبراهيم الطيف، موعدكم مع زوم مع برهوم كل نهار ثلاث ونهار جمعة. شكرا مرة أخرى للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتفاعلوا مع البرنامج. الزواج العرفي وإن كان باطلا ومجرما إلا أن الإبن المولود في إيطاليا يتمتع بكل حقوقه بما في ذلك الميراث ولا يعتبر ابن الزنا. هذه التدوينة اللي كان هبطها الأستاذ أحمد بن حسانة تفاعلا مع مسلسل براءة والكلام اللي يتقال فيه اليوم. بعد الأخبار نأخذ الأستاذ بن حسان يفسر لنا القانون وين يقول والمشرع شو الحقوق اللي يكفلها للابن من الزواج العرفي وما هي الحدود اللي نجموا نتجاوزوها في كتابة السيناريو. بعد الفاصل خليكم معنا، رجعين.